السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع سلسلة الأدعية المهمة في حياتنا، لا سيما هذا الدعاء، لأن الكلام سيكون عن التوبة بسبب ذنوبنا. قد ينزل علينا البلاء والوباء، فلذلك العنوان دعاء التوبة. نستعين بالله تبارك وتعالى قائلين: اللهم إن كان هذا الوباء أو هذا البلاء بسبب ذنب ارتكبناه أو إثم اقترفناه أو وزر جنيناه أو حتى ظلم ظلمناه أو حتى فرض تركناه أو نفل ضيعناه أو عصيان فعلناه أو نهي أتيناه أو بصر أطلقناه، فإننا تائبون إليك فتب علينا يا الله. هذا الدعاء مهم جدا لرفع هذا الوباء والبلاء في هذه الأيام، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدرون في اللقاءات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.